طلعنا في أعلى التجربة التونسية فيما يتعلق بقانون مكافحة النساء. كذلك نعم العنف ضد النساء، مكافحة النساء، مكافحة النساء، مكافحة العنف ضد النساء. مكافحة أو محاربة مهم جدا. عندنا واحد المكسب بالإضافة إلى دينامية المجتمع المدني ومواكبة المؤسسات الوطنية والحكومية، عندنا مكاسب مهمة جدا ينبغي البناء ماشي نذكروا بها مرة أخرى باش نسجلوا نقاط يعني في باب الافتخار، ولكن من باب اعتبارها رصيد يمكن البناء بل يجب البناء عليه.